السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول فلم يسبقه شيء وآخر فلن يلحقه الفناء، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. سل الواحة الخضراء والماء جارية، وهذا الصحاري والجبال الرواسية، سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والأصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. نشهد يا رسول الله أنك أديت الأمانة وبلغت الرسالة ونصحت لهذه الأمة وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في الله حق الجهاد حتى جاءك الموت، ما تركت شيئا يقربنا إلى الجنة ويباعدنا عن النار إلا وأمرتنا به، وما تركت شيئا يقربنا إلى النار ويباعدنا عن الجنة إلا ونهيتنا عنه. تركتنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو مشرك، فاللهم جزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم وأوردنا حوضه واسقنا بيده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، والحقنا اللهم به في الفردوس الأعلى غير مبدلين ولا خزايا، بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار.
وما قل وكفى خير مما كثر وأنهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أما بعد، أحبتي في الله، حسن التعبد ذلك هو حديثنا اليوم، حسن التعبد لله تبارك وتعالى. وأنا دائما أوثر أن أذكر اسم الموضوع محددا، وإن كانت هذه لم تكن من طبيعتي سابقا، لأنه من ثقافة المستمع، وأرى ثقافتكم تفوق ثقافة المتحدث، أنه يدرك اسم الموضوع دون أن يذكره الإمام، زي ما يقولوا كده يعني يفهمه ويطيره. اسم الموضوع بيتعرف يعني من خلال كلام المتحدث، بيتعرف ويتكلم عن إيه. لكن أنا نظرا لضيق وقت الخطبة، خطبة كلها 20 دقيقة، أو إن شئت فقلت 18 دقيقة، فمش عاوز أترك لك وقت إنك تفكر أنا بتكلم عن إيه، فبنسهل الموضوع. قلت الموضوع حسن التعبد على أساس لو أن الخطيب لم يوفق في عبد الخطبة، يبقى أقل شيء أنت عرفته وكان بيتكلم عن إيه، وأنت تستطيع أن تسعى في الموضوع بنفسك. يعني أنا ما أقصده اليوم درس من دروس قصة تحويل القبلة من بيت الله المقدس في فلسطين، أسأل الله لها التحرير الكامل، إلى بيت الله الحرام في مكة، أسأل الله أن يحفظها دائما. من دروس تحويل القبلة درس اسمه حسن التعبد، يعني انك تعبد ربنا صح، مش عباده نص نص. دي انا عاوز اقول النهارده بالخطبه. قال الله سبحانه وتعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. السفهاء من اليهود هيقولوا، هذه الايه نزلت قبل ان يقولوا، ودي اسمها من ايات اعجاز القران ومن ايات نبوءة النبي، إن قبل ما يحدث الشيء النبي إيه؟ قال حيحدث، قبل أن يحدث سوف يقولون لما تغير المسلمون عن هذه القبلة التي كانوا عليها. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أمة الإسلام، يعني وسطا يعني لا غلو، لا إفراط ولا تفريط، لا متشددة ولا منفرقة ومنسابة، أمة إيه؟ أمة الوسط، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، حتى يظهر لنعلم، مش يعني ربنا ليعلم. من اللفتات الجميلة في القرآن هناك قراءة تقول: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لتعلم، اللي هو مين بقى؟ النبي. إلا لتعلم، يعني بدل ما نقطة واحدة يبقى اثنين. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا ليه؟ لتعلم يا محمد، لكن ربنا اوريدي عارف، وربنا عارف قبل ان يخلق السماوات والارض، عارف ان هيحصل. لكن على قراءه الا لنعلم، يعني لينكشف علم الله القديم ويظهر في الواقع، هو ربنا كده كده عارف، عارف ان في ناس هتقول القبله ليه اتغيرت، لكن حتى يظهر علم الله مكتوبا. دي قضيه في عندنا اسمها قضيه العقيده. يقول لك ايه؟ اسال المدرس، تروح المدرسه تسال المدرس على ابنك، ابني اخباره ايه في المدرسه؟ يقول لك والله ابنك كويس ان شاء الله، ان شاء الله ابنك السنه دي يجيب 100 من 100، مع ان لسه مش امتحان حصل. لما بعد ما يخلص امتحان تروح تشوف النتيجه، ابنك جايب 100 من 100. فالاستاذ يقول لك ايه؟ الا لنعلم، هو عارف قبل كده، بس لكي يظهر علمه واقعا موثقا عشان انت تصدق كلام المدرس. ولله المثل الاعلى. فلما ربنا يقول للنبي: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم، هو عارف، بس معنى كلمة لنعلم إلا ليظهر علم الله إيه؟ عيانا أمام الناس. خد كل القرآن على كده عشان ما تفكرش أن ربنا نفسه مش عارف، ربنا عارف. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة. تغيير القبلة ده كان قصة كبيرة، إن القبلة تتحول، ولذلك في ناس من المسلمين ارتدوا عن الإسلام. قبل مرة نصلي لمسجد الأقصى، مرة نصلي لمسجد الحرام، كلام وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. في ناس إيمانها تزلزل وتزعزع لولا أن ثبتهم الله. إلا على الذين هدى الله. موضوعنا بقى النهاردة الخطبة إيه؟ وما كان الله ليضيع إيمانكم. هي دي الصحابة لما غيرت القبلة ماذا قال اليهود؟ هم أصحاب إشاعات، قالوا حاجة من اثنين: إن كانت صلاة المسلمين الأولى إلى بيت الله الأقصى صحيحة فصلاتهم الثانية باطلة. ما هو من حق ما يتعبدش، يا يمين يا شمال،
إن كانت الصلاة جهة المسجد أقصى صحيحة إذا فالصلاة الثانية باطلة. طيب وإن كانت الصلاة الثانية صحيحة جهة الحرام إذا فالصلاة الأولى إيه؟ باطلة. فحزن الصحابة قالوا يعني إحنا بقالنا 16 شهر بنصلي تجاه المسجد الأقصى، 16 شهر أو 17 شهر سنة ونصف بطلت صلاتنا وضاع إيماننا، فأنزل الله قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم، في التفسير يعني وما كان الله ليبطل صلاتكم وأعمالكم، يعني ربنا مش هيضيع صلاتكم أبدا. الصحابة كانوا حريصين كل الحرص على أن يتقبل الله أعمالهم، الصحابة كانوا حريصين كل الحرص على أن تليق عبادتهم بمعبودهم الله سبحانه وتعالى. ما احنا كلنا بنصلي، أنا بنصلي وأنت بتصلي وأنت كلنا بتصلي، لكن يا ترى صلاتنا تليق تناسب الله سبحانه وتعالى؟ يعني صلاة كده تشرف يعني تعرف تقابل بها الله تبارك وتعالى، ولا صلاة كده وخلاص يعني بتعدي صلاتك؟ الصحابة كان صلاتهم تليق بربهم، عبادات تليق بالله سبحانه وتعالى. شوف حاتم الأصم ماذا يقول، حاتم الأصم يقول إني إذا قمت إلى صلاتي أتوضأ وأحسن الوضوء، قارن قارن أنا وأنت صلاتنا صلاة حاتم الأصم، أتوقف وأحسن الوضوء ثم أقف بين يدي ربي في الصلاة فأجعل يعني أتخيل أن الجنة عن يميني وأن النار عن شمالي وأن الصراط تحت قدمي وأن ملك الموت من خلفي وأن الله مطلع علي، فأكبر بخشوع ثم أقرأ بخضوع ثم أركع بتبتل ثم أدعو ببكاء ثم أسلم ولا أدري هل قبل الله صلاتي أم ردها في وجهي. ده حاتم الأصم اللي احنا أنا وأنت بنصلي، يمكن ما تعرفش نفسك صليت كم ركعة، بلاش أنت، أنا أخ بيقول لي وأنا واقف بعد ما نقرأ سورة الفاتحة كنت بنقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات نقرأ التشهد، يعني احنا تايهين، هو ماشي مش عارف نفسه سيارته ضربة بركة صح ولا خد تيكت ولا، احنا مشغولين، مع أن من السنة انك لما تصلي ترفع ايديك الاثنين تكبيرة الاحرام وترفعهم كده، يعني رفع ايدك دي كده يعني تلقي الدنيا كلها خلف ظهرك، الدنيا ورايا يا رب، دنيا وراك، لكن احنا بنجمع الدنيا امامنا في صلاتنا. الصحابه ما كانوش كده، كانوا يبحثون عن صلاه تليق بربهم سبحانه وتعالى. ولذلك من القصص الرمزي، في حاجه اسمها القصص الرمزي، الفأر في يوم ماشي، الفأر الصغير فعاد على الجمل، جمل كبير، فأعجب الفأر بالجمل، عجبه يعني، أعجب شكله كبير وشكله جميل وهادي، فأمسك الخطام، أمسك الحبل بتاعه وحب صحبه الفرع وصحب الجمل. القصة دي بروها ابن القيم، مفيش مشكلة جمل هادي، الفأر صاحبه مشى وراه، فضل الفأر مشي وصاحب الجمل رايح بيه فين؟ عزمه عنده في البيت عشان يبقوا اصحاب ويبقوا مع بعض. فضل الجمل ماشي ورا الفأر لحد ما وصل عند باب الايه؟ البيت بتاعه. الفأر دخل جوه وشد الحبل، ما ينفعش الجمل يدخل، لان بيت الفأر كله كبير والجمل محتاج مكان كبير. فنظر الجمل اليه وتبسم وقال له كلمه بقى مهمه جدا. قال له: اما ان تختار بيتا يناسب محبوبك، واما ان تختار محبوبا يناسب بيتك. مش كده؟ إما أن تختار إيه؟ بيتاً كبير يناسب مين؟ محبوبك، وإما أن تختار محبوباً يناسب إيه؟ بيتك. إيه معنى القصة دي؟ شوف ابن القيم يقول إيه بعدها؟ يقول: وأنت أيها المسلم، شوف الدرس بقى، وأنت أيها المسلم إما أن تختار صلاة تليق بربك أو اختر رباً يليق بصلاتك. دي في الجملة. دي ما توصل على طول. إما أن تختار عبادة تليق بربك، وإما أن تختار ربا يليق بإيه؟ بعبادتك. والله الصلاة اللي طالع نازل دي ما تنفعش مع ربنا، شفتك رب تاني تنفع مع الصلاة دي. أما الله يريد صلاة غير هذه الصلاة، وعبادة غير هذه العبادة، وصياما غير هذا الصيام. إحنا داخلين على رمضان، أسأل الله أن يبلغني وإياكم رمضان. هل يا ترى صيامنا بيليق؟ ولذلك انا عاوز اتكلم عن احكام الصيام قبل الصيام، مش بعد ما يخلص رمضان، اتكلم النهارده
عندنا صيام ثلاث أنواع، صيام شو؟ صيام العموم، مش كده؟ مش أنا حفظ لك كلام ده؟ صيام العموم، يعني صيام العموم؟ يعني كل الناس صايمين طعام الشراب، ولا بياكل ولا بيشرب، كله بيصوم، محدش بيفطر. طيب، وصيام الخصوص، يعني صيام الجوارح عن المعاصي، وصيام خصوص الخصوص، اللي هو صيام القلب عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. دي العبادة اللي تليق بمين؟ بربنا سبحانه وتعالى. أما صايم أي كلام منفعل ومسرجل وبيزعق ومش عارف إيه ومش عارف، لا 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 لا، شوف رب بقى ينسب صيامك أخويا، ما ينفعش. زكاتك، زكاة مالك تنسب ربك ولا ما تنسبوش؟ ولا أنت بتيجي عند الزكاة كام عند الشيخ؟ 2.5%. طب ينفع الزكاة طالع منها لأخويا وأختي وأمي وابني؟ يا عم هم 2.5%، ربنا سيب لك 97.5. طلع من ال 97 ما شئت، جت على 2.5 يا ربنا. يعني عاوزين مع ربنا خلي العبادة تليق بالله سبحانه وتعالى. إما أن تختار صلاة تليق بربك، أو اختر ربا يليق بصلاتك أيها المسلم. هذه رسالة. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. عاوزين نقبل على ربنا بنادينا في القرآن الكريم يا إخوة. اقرأ سورة التوبة، سورة براءة. يا أيها الذين آمنوا ما لكم، شوفوا التعبير، ما لكم، إيه اللي حصل لكم؟ ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. أنا مش عاوز نفر في سبيل الله، شيل السلاح، لازم عاوزك تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان، من النهاردة، من اليوم قبل رمضان ب15 يوما أو ب13 يوما ما تبقى. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، شوف الكلمة، شوف كلمة ثاقلتم، كلمة ثقيلة تساوي 2 طن، ثقلتم إلى الأرض. إيه اللي مسكت الأرض؟ عارف إيه اللي مسكت؟ ابن القيم يصور كلمة ثقلتم دي، يصورها ابن القيم بعظيم، قالوا عنه يشبه كلامه كلام الأنبياء. بقول ابن القيم، قال لك إن العبد ده، أنا وأنت خد بالك بقى، إن العبد إذا ألم بذنب أو أذنب ذنبا، سمعنا ذنب يعني، ربط بخيط رفيع إلى الأرض. مصطفى ابن القيم كان فيهم ماشي، وبعدين ماشي يقول ايه؟ لا يا خيوط الارض، لا يا خيوط الارض. واحد بيسال ايه خيوط الارض دي؟ ما لها خيوط الارض؟ يعني ايه خيوط الارض؟ قال له انت مش فاهم. قال له ايه الموضوع فهمني؟ قال له الانسان كل ما يعمل ذنب بيتربط في الارض بخيط رفيع. خيط يعني حبل. يربط خيط كده ويتربط في الارض من غير ما يشوف الحبل ده. فاذا اذنب ذنبا اخر ربط بخيط رفيع. كمان ذنب ثالث كمان خيط، ذنب رابع كمان خيط، ذنب عاشر، ذنب 100، اتملى ايه؟ خيوط. فإذا أراد أن يقوم للعبادة بعد هذه الخيوط، إيه اللي حصل له؟ خلاص؟ لا يستطيع القيام، ها، استقلته إلى الأرض. طب نتخيل يقول لا يا خيوط الأرض، أوعى تستسهل، ما هو ذنب في ذنب في ذنب في ذنب، بقى الذنوب أصبحت ثقيلة عليك، لا تستطيع القيام. ولذلك دائما نقول يا إخوة، كل الطرق مراقبة بجهاز ضبط السرعة. ماشي على الهايوي يقول لك مش عارف 55 مايل، وكم مايل لو تعدي فسنتك طويل، سكك ويديك تكت على طول. كل الطرق مراقبة بجهاز ضبط السرعة إلا طريق واحد. إيه هو؟ مش البارك واي، هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. الطريق إلى الله مكتوب عليه إيه؟ وسارعوا. مش كده؟ كل الطرق مراقبة بالبرادات. طريق ربنا مكتوب عليه إيه؟ وسارعوا، انطلق، فسابقوا، فاستبقوا، بل مكتوب أكثر من كده، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. لسه احنا كسلين؟ ها العبادة بتاعتنا عن بإيه؟ بيوتنا، احنا راضين عن بيوتنا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، حسن التعبد، حسن صلاتك تليق بربك، حسن صيامك. السنة دي أنا خلاص، إخوانا يتقدموا لله جزاهم الله خير، إخوانا يتقدموا جزاهم الله خير. استعد رمضان بنية جديدة للصيام، نية جديدة لصيام رمضان، أن يعينك الله سبحانه وتعالى فيه على الخير بصيام خصوص الخصوص، الصيام اللي هو صيام الجوارح وصيام القلب عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى. يبقى هنبدأ بداية جديدة ونبدأ علاقة جديدة مع الله سبحانه وتعالى. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام والتسليم، لما ربنا أرسل إلى موسى وأوحى إليه أن يذهب إلى الله عند جبل الطور عشان يكلم ربنا سبحانه وتعالى، مش ربنا بعد سيدنا موسى وكلمه عن جبل الطور في سيناء، في طور سيناء. والمفروض أن كان سيدنا موسى حيروح ومعاه مجموعة الخواص من بني إسرائيل،
ممن أسلموا واتبعوا، يعني ياخد مجموعة معاه من الناس المسلمين يروح مع عند جبل الطور عشان يكلم ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا موسى كان منتظر هذا المعاد منذ فترة طويلة، منتظر معاد مع الله سبحانه وتعالى. أول ما خد بقى الإيه أوكي، يعني خد الموافقة على المعاد، فرض روح مع الناس، انطلق وترك الناس خلفه. سبى بني إسرائيل، مع أنه هو النبي بتاعه، هو القائد المفروض ياخذهم معاه، سبق بني إسرائيل ووصل قبلهم. ربنا بيسأله سورة طه: وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ تجيب بسرعة وسيب الناس وراك ليه؟ ده أنت النبي، أنت القائد، في قائد يترك الناس. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ماذا قال موسى؟ قال له لا، في الموضوع ده نفسي 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 نفسي. قال: هم أولئي على أثري، هم جايين إن شاء الله، وعجلت إليك ربي لترضى. أنا جاي بدري، أنا جاي مبكر ليه؟ عشان ترضى، جاي مبكر حتى أدرك الرضا والمغفرة. إحنا بنعمل كده، دي رسالة مطلوبة يا إخوة، حتى في بيتي بكل شيء، ما تتأخرش. عندنا رمضان، دخل علينا رمضان، المغرب هيأذن الساعة 8 و10 8 وربع، والعشاء الساعة عشرة، هتفطر بسرعة وتيجي تصلي ولا لسه هتاكل الأول وبعدين تاكل الحلو وبعدين تشرب القهوة وبعدين يا عم خلص، ولسه هتصلي مراتك لما تلبس وابنك لما يبقى اخلص، خلص بسرعة. وعجلت إليك ربي لترضى. ناخد نية إن شاء الله صلاة التراويح في المسجد، مش هنضيع عيوني، أنا خلاص خدت عهد على نفسي. نعمل كده يا إخوة، بداية جديدة قبل أن يأتي الشهر الكريم، قبل أن يأتي رمضان، نية حتى إذا أدركك الموت قبل رمضان. أسأل الله لكم جميعا طول العمر وحسن العمل، حتى إذا جاءت المنية قبل رمضان نكون قد ذهبنا إلى الله بنية. والنبي علمنا في حديث البخاري: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. أنا بنشهد ربنا دلوقتي: يا رب أنا ناوي نصوم رمضان كاملة، ونقيم التراويح كاملة، وأصلي قيام الليل، وأصلي الفجر في جماعة، وأقول أذكار الصباح والمساء، وأختم القرآن مرة على الأقل كل يوم جزء. ناوي ننوي، والله كان عشت ببها ونعمة، وإن كانت الأخرى يبقى قبلت الله سبحانه وتعالى بنية إيه؟ بنية جديدة. إخوة، هذه رسالة نتعلمها من تحويل القبلة. وما كان الله ليضيع إيمانكم، حسن التعبد، أنت عبادتك دي أنت راضي عنها؟ قال: أنت حاسس إن العبادة دي فعلا مش، لا، ده سيدنا موسى شوف ماذا فعل، وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعلوا. هذه رسالة لابد أن نتعلمها من تحويل قبلة النبي صلى الله عليه وسلم من بيت الله المقدس إلى بيت الله الحرام، وكما قال: التائب من الذنب كمن لا ذنب له فعود إلى ربه فينا ونعم الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. وبعد، درس ثاني مختصر من دروس تحويل القبلة، ذكرت منه جزءا قليلا في الخطبة السابقة وأكمله في هذه الخطبة، اللي هو حسن الدعاء. قلنا حسن التعبد، حسن الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. يعني تدعي ربنا، تدعي ربنا ازاي؟ بأدب وبحسن تقدم مع الله سبحانه وتعالى. نتعلمها منين؟ ماذا قال الله؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. قد نرى ايه؟ تقلب وجهك، مؤدب النبي يقلب عينيه في السماء ويستحي ان يسأل الله، ما تسألش يا ربنا بس عينيك تتقلب في السماء. فربنا يقول له: قد نرى، يا ربنا يا الله، ما ربنا يرى، إياك تظن ربنا مش عارف، هو حاسس بيك وحاسس بمشكلتك وعارف الحالة اللي انت فيها. قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. ما دام بيسمع ويرى أنت خايف منين؟ ما هو بيسمع ويرى. اللي بيشتكي من الفقر، اللي بيشتكي من الذل، اللي بيشتكي من الضعف، اللي بيشتكي من الاستكانة، اللي بيشتكي من المرض، ما هو إنه يسمع ويرى، خلاص. ما دام إن ربنا بيسمع ويرى ما في مشكلة في هذا. فنحن نعبد السميع البصير سبحانه وتعالى. التأذر مع الله في الدعاء وفي المسألة، لما النبي تأذر مع ربه استجاب الله تبارك وتعالى له، وما كانش النبي لوحده، ده كان زيدا كل الأنبياء. فاكرين سيدنا يونس؟ يونس اللي اسمه في القرآن ذا النون. ايه ذا النون ده؟ النون اللي هو الحوت،
كلمة النون والحوت، وذاد معنى كلمة صاحب، ذنون يعني صاحب الحوت. سورة الأنبياء: وذنوني ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات. سيدنا يونس مدى 10 سنة، اللي بيقولوا ده دعاء ده مش دعاء. طب سيدنا يونس زعق عليه، قال لي رب طلعني ماشي نجيني من الحوت، ما حصلش. أمال إيه؟ فنادى ندى عليه أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عاوز إيه؟ أنت عارف أنا عاوز إيه، مش هقول لك أنا عاوز إيه. وربنا عارف يسمع ويرى. لا إله إلا أنت، والنبي يقول إيه؟ أفضل الدعاء دعاء يونس بن متى في بطن الحوت. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إحنا عاوزين حسن الدعاء مع الله سبحانه وتعالى. لا تسأل الله وأنت غاضب، لا تسأل الله وأنت ساخط، لا تسأل الله وأنت يائس، لا تسأل الله وأنت عندك يأس من الإجابة وعندك قلق أو عندك استبطاء. يعني ليه تأخر؟ دعيت ربنا كثير ما استجبش. عندي بنتي عندها مشكلة، عندي ابني عنده مشكلة، عندي مشكلة في الورق بتاعي، عندي مشكلة في الإميجريشن، عندي يا أخي ادعي ربنا واتركها على الله سبحانه وتعالى. قد يعطيك ولا يرضيك، مش قال كده الشيخ الشعراوي الله يرحمه؟ القد يعطيك ولا يرضيك، ما يمكن أنت بتدعي ده يكون شر عليك. ربنا قال كده في سورة الإسراء: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يا رب خلصت الموضوع الفلاني، يا رب خلصت. ربنا يقول والله ما أنا مخلصه. ليه؟ لأنه لو خلص مصيبة عليه نفسه ربنا يرزقه ولد، ربنا يقول مش هنرزقك ولد، لو جالك ولد هيخرب بيتك وبوظ حياتك وضيع مستقبلك، هنخليك كده من غير ولد، هذا أفضل لك. هو عارف، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فما تتعداش على ربنا سبحانه وتعالى، بس اسأل بس. قد يعطيك ولا يرضيك، وقد يرضيك من غير أن يعطيك. يبقى أنت بس اسأل ربنا وسيب. شوف سيدنا يونس يثني على ربنا، سيدنا إبراهيم قول إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي. يا سلام على الأدب، يا سلام على قمة أدب. وإذا مرضت، الطبيعي نقول إيه؟ والذي يمرضني ثم يشفيه. إبراهيم قال لا، ربنا ما بيمرضش حد، مع إن المرض من عند ربنا، الخير والشر من عند ربنا، لكن سيدنا إبراهيم أبى أن ينسب المرض إلى الله، فقال إيه؟ وإذا مرضت أنا اللي مرضت، فهو إيه؟ هو يجيب الشفاء لكن أنا يجيب المرض. يا سلام على قمة الأدب. ولذلك لما راح سيدنا جبريل راح له هو في النار وقال القصة المشهورة: يا إبراهيم لك حاجة؟ ها؟ أنت عاوز أي شيء؟ يريد هيلث اللغة بتاعتنا بقى. قال له لا، إن كان منك فإيه؟ ما يدير أنا عارفك بالإنجليزي عشان برضه الشيخ مسقط يتكلم بالإنجليزي. قال له إن كان منك فإيه؟ فلا. طب وإن كان من ربي؟ قال له فعلمه بحالي يغني إيه؟ يغني عن سؤال، هو عارف خلاص. فربنا إيه؟ تتدخل الحياة ربنا إيه؟ قلنا يا نار كوني بردا، ما دعاش إبراهيم أنزل، يا رب الحالي يا رب النار. قلنا يا نار كوني بردا سلاما عليه ابراهيم. حسن الدعاء وانت بتسال ربنا. سيدنا موسى دعا عليه. سيدنا موسى لما راح للفتاتين بنات شعيب دول وعند بئر بتاع الميه في مدين، في سوره القصص مش وقت يعني، وشال البئر وسقل البنات ومشوا البنات. سيدنا موسى كان نفسه يتزوج وعايش قاعد، فكان نفسه يتزوج زي اي شاب نفسه يتزوج. فبعد ما لفوا مشوا عليه ادب جلس تحت شجرة وقال إيه؟ قال فسقى لهما، خلص الهمن عليه، ثم تولى إلى الظل تحت الشجرة. قال ماذا قال؟ سدع رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال لي لسه فقير، ربنا عارفه وعظيم. ملوش ربما يعني كل رقم الجوزة مع ذلك، يعني مش واحد توافق عليه، يعني مش واحد ترضى بيه، يعني أنا بختي يا رب كده، هو مش خلاني يا رب، يعني هو عارف. رب اني لما انتخلك عليا كتير، بس انا لسه ايه؟ عاوز كلام. شوف تقديم الدعاء. رب اني لما انزلت الي من خير لسه ما زلت انا ايه؟ فقير. ايه اللي حصل؟ اقرا الايه بعدها على طول. فجاءته احداهما تمشي، مراته جت له. ولذلك الزواج المشايخ يقولوا لنا واحنا لسه طلبه في الثانوي وفي الجامعه يقولوا لنا انا عاوز اتزوج ادعي بالدعوه دي. يقول رب اني لما انزلت الي من خير فقير. دي دعوة الزواج على طول بعدها فجأته إحداهما. لاحظوا يا اخوان حسن الدعاء، زي ما عندنا حسن التعبد عندنا حسن الايه؟ حسن الدعاء. تثني على اخر كلمه بقى عشان الوقت. فاكرين سيدنا ايوب اللي مرض وكان تعبان وقصته مشهوره وتعب وحد وزوجته وماله وبقى مريض؟ سيدنا ايوب بس طبعا مش زي ما صورته كتب التفسير يعني،
يعني الناس يقولوا سيدنا ايوب بقى تعبان والدود، لا لا ولا دود ولا كلام الفاضي، بقى نبي في دود ويبقى شكله مقدس وشكله مش عارف، لا لا مش كده، بس كان معاه فتره طويله من الزمان. المهم سيدنا ايوب لما حد يسال ربنا الناس قالوا له يا ايوب ادعي ربنا يشفيك، هو مستجاب الدعوه وكل الناس يروحوا له يدعوا ربنا يشفيك، هو على نفسه ما تعبش، قالوا ادعي ربنا يشفيك. قال لهم لقد عشت صحيحا 60 عاما، بقالي 60 سنة صحيح تمام، ومرضت 20 عاما، بقالي 20 سنة بس مريض، 20 سنة ما ينفعش، 20 سنة، السنة فيها 12 شهر، شهر في يعني وعدنا معفو عنك، وفقنا معفو عنك، وعدنا معفو عنك، إذا سمع ما سمع المحفوظ، إذا اعترف عن بعدين معصوم، إذا سمع فينا شقي ولا محرومة، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم لا تخرجنا جميعا من هذا المسجد الا وقد لنا اجمعين، اللهم لا تخرجنا من مكان هذا الا بذنب مغفور وعين مكتوب وسعي مشكور وتجاره لم تفوت، اللهم اكثر الخطر عن المحافظين، اللهم اكثر الخطر عن المحافظين، اللهم فرج شر المكروبين، اللهم اقض الدين عن المدينين ووسع على عبادك الصالحين، اللهم اجزناك بسؤال فقط عن كل منا سؤال، اللهم اقض لكل منا حاجته، اللهم اقض لكل منا حاجته واحقن دماء المسلمين، اللهم امن المسلمين في سرهم وفي اوضاعهم في سوريا وفي كل بلد من بلاد المسلمين، اللهم اقدر لشرعك ان يسود ولقرانك ان يفوز، وحذر للمسلمين والاقصى من ذلك اليهود لكرمك وجودك اكرم الاكرمين، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين، وقوم بصلاه الى الحمد والحمد لله. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيم حتى المستوى تراصوا على المستوى استوى، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن شارئك هو الأبتر.
الله. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. محمود اوريدي صرفناها، نطول على الحمد لله.
وفي شهر صلاة ولو ما ليش هنقول تقول الله Thank you.
مش مشكلة عمري.